الكوكب. انا كويسه، ازيك انت يا فليكس؟ انا كويس يا تيتا. ايه تيتا كوكا؟ ايه يا حبيبي، في مشكله؟ هو ما فيش مشكله، بس الناس على السوشيال ميديا بتكلمني عايزه تعمل حاجات للاطفال، يعني حاجات يستفيدوا بيها. وهو يتفرجوا؟ طب انا جاتلي فكره. ايه؟ ما نحكي لهم حواديت. حواديت؟ ومع الحدوته هدف. مع الحدوته هدف؟ ايه رايك؟ حلوه الفكره دي. قررت هي اللي تتكلم، قالت يا بابي ممكن
استاذن منك انا اللي اتكلم وارد عليهم. ايه ده عملت ايه يعني؟ ضربتكم؟ لا فهمتنا، قالت لنا انا كانت عيني وجعاني وكنت كفيفه ومش بشوف، ودلوقتي شفت الحقيقه ومش فاهمه ومش عارفه ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده. يا لهوي على الكسفه. شفت احنا كلنا اتحررنا جدا، فاحنا اتعلمنا ان احنا نفكر قبل ما نتكلم. لازم نفكر قبل ما نتكلم، فهمت؟ يعني ممكن صاحبي دوت يكون ما كانش بيشوف؟ لا، او ممكن يكون اول مره يروح المدرسه، او اول مره يخرج من الحياه عامه، اول مره يخرج من البيت، فهمت؟ انا اسف، انا نسيت. ممكن خلاص انا اتعلمت الدرس، افكر قبل ما تتكلم. شكرا يا تيتا. ميرسي يا حبيبي. شكرا. افكر قبل ما اتكلم.